ماذا تفعل هذه السيدة الصينية؟ دخلت المصعد، أخذت منديلاً استخدمته للضغط على الأزرار خوفاً من انتقال عدوى فيروس كورونا. لكن انتظروا، لقد أعادت المنديل إلى العلبة مجدداً، وما إن أغلق الباب حتى بدأت بالبصق على أزرار المصعد. دخلت هذه السيدة وضغطت على الزر. دخل رجل أيضاً، وبعد أن خرج أعادت الكرة. هي تبصق في كل مكان، ولكن لماذا؟ بالطبع عرفتم الإجابة. إنها مصابة بفيروس كورونا وتريد نشر العدوى في كل مكان. تم إلقاء القبض على هذه السيدة، ولكن ماذا عن الأشخاص الآخرين ممن يقومون بنشر الفيروس؟ هذا شاب آخر يبصق على أزرار المصعد. تم التقاط الفيديو أواخر شهر يناير في الصين أيضاً. مريض في إحدى المستشفيات يغضب، يزيل القناع عن وجهه ويبصق على مكاتب الأطباء. هؤلاء المصابون يبصقون على المناديل ويلوثون بها أزرار المصعد، بينما اعتمدت هذه المرأة طريقة مبتكرة لنشر الفيروس. ترتشف الماء لتبصقه على المقاعد، مقابض الأبواب، وكل شيء ممكن أن يلمسه غيرها في الأماكن العامة. هذا الشخص يبصق على أغراض المتجر. تقوم موظفة وولمارت بقياس حرارة الزبائن قبل دخولهم المتجر بمقاطعة فوجيان شرق الصين. يرفض أحد العملاء ارتداء القناع ويبصق بوجه الموظفة. مشاهد مماثلة مفجعة لأشخاص أصيبوا بحالة هستيرية في الشوارع العامة بالصين، يبصقون على بعضهم لنشر الفيروس. ما الذي أصابهم؟ ولماذا يريد المصابون نشر الفيروس ويتمتعون باستخدام هذا السلاح البيولوجي الخطير ضد الأصحاء؟ لقد اتضح فيما بعد أن ليس كل هؤلاء مصابين بفيروس كورونا، بل يتعمدون نشر الذعر بين الناس. أما البعض الآخر يتعمدون حرفياً نقل الفيروس لغيرهم. حدثت هذه التصرفات الغريبة أيضاً بداية الثمانينات، عندما أنشأ مجموعة من المصابين بالإيدز عصابة نشر الإيدز. استعمدوا حينها إقامة علاقات جنسية بغرض نشر فيروس نقص المناعة البشري. لماذا يفعلون ذلك؟ بحسب باحثين من جامعة ويسكونسن ماديسون الأمريكية، يتصرف الإنسان بعدوانية عندما يواجه مشاعر سلبية كالغضب والألم والمرض. بالتأكيد، المصابون بكورونا يشعرون بالغضب والإحباط وتهديد الحياة أكثر من غيرهم. وبحسب علماء النفس في جامعة باركلي، فإن هؤلاء المصابين يمرون بعدة مراحل نفسية خطيرة وسط التهويل الإعلامي، وهي نوبات من الهلع المزمن، حالة من الاستسلام والشعور بأن العالم تخلى عنهم، الانسحاب التدريجي من المجتمع والانعزال، صعوبة في النوم والتركيز، اليقظة المفرطة للدماغ وجميع الأعضاء الحيوية، الغضب الشديد من المجتمع وتحميله مسؤولية ما يجري معهم. وفي هذه المرحلة يلجأ المريض للانتقام، إما بالقتل والعنف أو بنشر المرض متعمداً كما شاهدنا. الانطوائية والاكتئاب الذي يدفع المصاب أحياناً إلى الانتحار.